خلوني افكر حضراتكم كمان بسؤال حلقتنا اللي احنا متعودين عليه، وهو مين افضل ثلاث لعيبه من وجهه نظر حضراتكم في مباراه الاهلي وبيراميدز المباراه اللي فاتت؟ وطبعا تقدروا تشاركونا على صفحاتنا، صفحات قناه الاهلي على مواقع التواصل الاجتماعي. خليني اقول للناس برضو انه التصويت ده مهم جدا، لانه ده اللي هنختم بيه شهر يناير. نهايه التصويت هتكون بكره ان شاء الله لغايه اخر يوم في شهر يناير. بعد كده ان شاء الله نستنى بقى ماتش الاهلي والدحيل القطري، هيكون اولى جولات الاهلي في شهر فبراير. لكن بناء على تصويت حضراتكم من يعني في ماتش الاهلي وبيراميدز يتحدد مين هو نجم النادي الاهلي في شهر يناير. اللي بتصدر الجدول لغايه اللحظه لو الذاكره ما خلتنيش علولو، كابتن علي معلول، بيجي وراه محمود كهربا، وبيجي وراهم بدر تقدم في اخر تصويت للجمهور. بيجي وراهم وليد سليمان، وبعد كده محمد مجدي قفشه، وبعد كده طاهر محمد طاهر ومحمد شريف، وتتوالى الاسماء في القائمه. لكن ده هيحدد بشكل كبير نجم الاهلي في شهر يناير.